الموضوع ده مش عندنا في مصر، الموضوع ده بره مصر وحصل كتير بره مصر، لكن احنا ما عندناش اي حادثه من الحوادث دي تقر ان الرجاله المصريين ممكن تنسى مراتاتهم. ما يقدرش اصلا. بص نوران على طول قاعده متربصه. طب خلينا اكمل الجمله يا بنت الناس، يعني خلينا اكمل اقول لك الموضوع ايه عشان تقولي ما يقدرش. ما احنا عارفين احنا ما نقدرش ننسى. في حد ينسى؟ مش يقدر هيجي اصلا على مش هيجي فكره زي دي. هو ينسى نفسه ما ينساش مراته. بالظبط ده حال كل راجل مصري. لكن الراجل ده راجل في تايلاند كان ماشي هو ومراته في العربيه، وفجاه قرر ان هو يخش الحمام، فنزل من العربيه وساب مراته في العربيه. فلسبب ما احنا برضو مش عارفينه، الست دي مراته نزلت من العربيه بتعمل حاجه، الراجل خلص اللي كان بيعمله، ركب العربيه بتاعته ومشي وعادي. يعني انتوا لكم ان تتخيلوا ان تبقى مراتك جنبك فتيجي اللي هو ايه ده كان بيتمناها بقى، او يعني تحس ان كان نسي بني ادمه. ايوه بني ادمه. وبعدين مش اي بني ادمه، يعني مثلا لو بني ادمه دي مثلا كان مثلا حد من الشارع، هو كان مثلا عمل له مثلا وصله، يعني يوصله او حاجه، هقول لك ماشي، اللي هو هيقول ايه ده، هي راحت فين مش عارف ايه وخلاص. نسي مراته. لكن تنسى مراتك وما يجيش في بالك ان انت كان في حد بيتنفس جنبك. لا، ومشي 150 كيلو مش كيلو، ده طاغي. ده طاغي. ويعني الست مشيت حوالي 20 كيلو عشان يجي لها شبكه، لان مش عارفه تتصل بيه برضه، لان برضه هيبقى في ناس بتسالنا طب ازاي مثلا مراته ما اتصلش بيه. لا، هي برضه ما كانش فيه شبكه، فمشيت على رجليها 20 كيلو عشان تتصل بيه. ولما اتصلت بقى الافيه هنا بقى، سيبك بقى من كل اللي حصل ده حاجه واللي جاي ده حاجه ثانيه بقى. لما اتصلت بيه رأيك ما ردش عليها؟ ده يستاهل ايه ده بقى؟ جايزه؟ ده يستاهل جايزه بقى ساعتها ولا يستاهل ايه؟ مش عارف. ما ردش عليها. وفضلت ماشي 20 كيلو عشان تدور على شبكه. 20 كيلو ده كتير. 20 كيلو ده 20 كيلو كتير جدا. منطقه مقطوعه، يعني مفيش ولا شبكه ولا مثلا ماركتس ان اتكلم في التليفون حد. ايه اللي نزلها بس من العربيه؟ ويعني ما تنزلش. افرض هي كمان كانت عايزه تخش التواليت، في ايه؟ طب ما تقول له تستاذن. تستاذن ايه؟ بني ادمه مراته ده انت عارف عندها كام سنه؟ 62 سنه، يعني واضح ان هم متجوزين بقالهم 40 سنه مثلا. ده كفايه. ده 40 سنه ده شقيان. لا ده شقيان، هقول لك على حاجه. ده شقيان. قصدك ايه؟ لا يعني كتير 40 سنه. شقيان يعني ايه؟ لا شقيان يعني بقاله كتير. هي نفس الـ 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 السفريه، وهي نفس الطريق، نفس السته، ونفس بس هو نفس الروتين يعني. فعادي كان وجودها زي عدم. ممكن نقول يعني مش عايز اتكلم. انت دلوقتي بتلعب في عداد عمرك وانا عشان مريضه شويه بقى مش قادره افرهد معاك. أيوه في الكلام. أيوه يا خطيب. لا خلاص، عشت عمر 40 سنه مثلا ولا. أيوه 30 سنه جواز ينساها؟ لا ملوش حق صراحة. ملوش حق. احنا لو عملنا قعده النهارده وجبنا الراجل ده والست دي وقلنا له يا عم انت ليه نسيت مراتك تنسى مراتك؟ ايه ده؟ ايه ده يعني؟ صيمة غريبه جدا. ده ايه ده؟ مش فاهمه في ايه. مش عارفه الناس تعمل كده ليه بجد. لا ينسى مراته. استغربها والله. ازاي راجل ينسى مراته؟ يعني معرفش، ممكن ينسى موبايله مثلا، ينسى حاجة، ينسى لابتوب، ينسى ساعة. ينسى حاجة غالية عليه، لكن ينسى مراته بني أدمة. الحادثة دي للأسف حصل زيها بالظبط في ألمانيا، يعني قبليها حصلت في ألمانيا. ربنا يبعدهم عن القطر المصري. والنبي. أنا بقولك ما يقدرش. الست المصرية عندنا لو جوزها نسيها، أصل دي كارثة. تنساني يا محمد، تنساني أنا يا محمد، تنسيتني إزاي؟ لكن الظريف بقى في موضوع المانيا ده ان هم قالوا ان الراجل لما جه يركب العربيه ما نسيش يلبس حزام الامان، لكن نسي مراته. ولما الشرطه كلمته عشان يجي يعني ياخد مراته ما راحش خدها اصلا. اساسا. انت متخيل؟ طب بس ساعتها يعني فكره ان ما نسيش يلبس حزام الامان بس نسي مراته، ده هل ده مكتوب يعني حد قال قدام مراته وراح قال له ده انت يا جدع ما نسيتش؟ لا الشرطه هي اللي طلعت التقرير ده، يعني لما يعني خلاص بقى كلموا الراجل وكده فلقوه ان هو كان لابس الحزام. ما اعرفش بقى، يمكن في كاميرات، في رادار، اكيد في حاجه صورته. يعني الشوارع هناك بتبقى مصوره اكيد. فاكتشفوا ان هو من السخريه، يعني ان هو لابس الحزام ونسي مراته. وطبعا راح قايلين البق ده في التحريات. طبعا ما هو عايزين يقضوا على الراجل بقى خالص. السؤال بقى هنا مش ان الحادثه حصلت خالص، السؤال هنا بقى رد فعل الستات اللي اتنست دي كان ايه؟ يعني سواء الست التايلانديه او الست الالمانيه عملوا ايه بقى مع الرجاله دي؟ تفتكر انت يا خطيب عملوا ايه؟ احنا طبعا معناش الخبر، يعني احنا ما نعرفش هم عملوا ايه. خلونا كده نتوقع معاك ونخمن، نعيش خيالنا شويه. عملوا ايه تفتكر؟ انا بيتهيألي، هقول لك على حاجه، انا بيتهيألي خلينا نتكلم كده. لو الخيال بتاعنا راح لان الست المصريه هي اللي حصل فيها كده،
تمام؟ انت عايز تتوقع ست المصريه حصل فيها كده؟ ما انا بفاجول بقى معاكي، يعني احنا النهارده لو عندنا حاسه من الحوادث دي ما حصل على فكره عندنا في مصر.